تتخذ نور الجنابي من باحة منزلها في بغداد ورشة لمزاولة النجارة، فهذا هو عملها، وهي تكافح يومياً لتوفير احتياجات أطفالها وبيتها. نور أم لأربعة أطفال، وهي تؤثر على نفسها الراحة طيلة أيام الأسبوع لإنجاز طلبيات الأثاث أو الموبيليا التي تعد من المهن الصعبة على النساء، لكن الأمر مختلف مع حالة نور. بدايتي كانت كهواية، يعني ما كان ببالي أنه تكون مهنة إلي. أي شيء يحتاج البيت كنت دائماً أشتغله، أي شيء أحتاجه أنا أسويه بإيدي. أنا بالإضافة لأنه عندي إلهام للعدد والأدوات، أحب هذا الاختصاص، يعني دائماً يلفت انتباهي. فبمرور الوقت صرت دائماً أشتغل أشياء البيتي، صار صديقاتي والأقارب والجيران عندهم ثقة بشغلي، فصاروا أكثر من مرة يطلبون من عندي الأشياء اللي يحتاجوها. كبداية ورشة بالبيت وعدد بسيطة اشتريتها حسب إمكانيتي، يعني بمرور الوقت قمت أشتري شوية شوية على أحتاجه. أخذت بالبداية الحديقة، بعدين الجراج، استقبال، هسه صرت قدام البيت. وبسبب أنه دي يصير عندي لود، يعني مدى أقدر المساحة اللي عندي كلش حاكمتني. نور لم تمنعها الظروف المادية المتعسرة ولا صغر المساحة المتوفرة من المضي فيما تحب من عمل، حيث تضع نور خططها المستقبلية لتطوير مشروعها بعد عام واحد فقط على ولادته. خطط المستقبلية إن شاء الله يعني أفتح معمل، يعني على المستقبل القريب. حابة يكون الغالبية ستاف نساء، حابة شلون أدخل ثقافة جديدة لمجتمعنا اللي كلش محافظين على البنات. حابة أسوي دورات تأهيلية كمدرسة إنه أهل بناتي هذه المهنة، كنجارة، كصبغ، كدوشمة، كخياطة. هواية حابة يعني شلون أغير بنمطية وتفكير المجتمع مالتنا. نور أرسلت رسالة إلى النساء العراقيات، دعت فيها إلى عدم التخلي عن طموحهن وأحلامهن، واستغلال كل فرصة متاحة لمساعدة أنفسهن ومجتمعهن. طبعاً إحنا كنساء عراقيات كلش عظيمات، في ظل كل شيء عشناه على الصعيد العام من وضع تعب وجهد وخسارات لبعض النساء العراقيات، وحتى بالصعيد الخاص يعني على مستوى العوائل، العادات والتقاليد وحكم المجتمع. دائماً حاولي إنه ما تخلين أي شيء يسيطر عليك، لا تستسلمين قدام أي ضعف، لا تستسلمين قدام أي وضع. إذا كان عندك حلم وطموح، حلو من ظل كل هذا وانت توصلين النجاح راح يكون انجازك عظيم. نور الجنابي واحدة من آلاف العراقيات اللواتي يخضن تحديات استثنائية لمساعدة عائلاتهن في بلد مثل العراق، حيث تندر فرص العمل ويغيب الدعم الحكومي في ظل وضع اقتصادي سيء رافقه انتشار وباء كورونا.